بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 38 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس 15 من شهر صفر سنة 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، راجين أن يكون لنا في مجلسنا هذا من وفرة ذكرنا لله وصلاتنا وسلامنا على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ما تضاعف لنا به الصلاة بعشر صلوات من ربنا الكريم جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد الأمة فقال: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. جاء النبي إلى الأنام بفيضه، والكون أزهر بالفؤاد وروضه، صلوا عليه وسلموا فلعلنا يوم القيامة نرتوي من حوضه، صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفحات التي وقف بنا الحديث عندها ليلة الجمعة الماضية في فصل يشير فيه المصنف رحمه الله إلى جملة من معاملات النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بقيت لنا فيه بقية يسيرة ضاق الوقت دونها ليلة الجمعة الماضية، نعود إليها صلة بالفصل الذي يليها، وهي جمل موجزة أراد بها المصنف رحمه الله اختصار ما سيأتي تفصيله لاحقا على نحو أكثر إتماما. فاجعلوا مجلسكم أيها المباركون عامرا بالسكينة والتماس الرحمة، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد وجهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها ونحو ذلك. هذه الجملة التي مضت معنا في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وصف جليل يجمع بين تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وملاطفته لأمته، فإنه مازح أهل بيته ومازح أصحابه ومازح حتى بعض الأعراب الذين كان يلتقي بهم في تودد وملاطفة. مزاح يثبت التواضع ولا يسقط الهيبة، مزاح فيه جلالة الحق ووقار النبوة التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحلى بها. يقول الإمام النووي رحمه الله: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. هذا المزاح المبالغ فيه بإفراط. قال رحمه الله: فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا لما قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: المزاح هجنة، يعني شيء مستنكر مستهجن، قال: بل هو سنة، ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه.
أدرك السلف مما استلهموه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب المبارك أن المزاح يمكن أن يكون مع غاية الوقار والجلال يثبت لصاحبه التواضع والهيبة، ويمكن أن يكون إسفافاً وإسقاطاً للمروءة ودخولاً فيما لا ينبغي بتجاوز حدود المشروع. مازح النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، كان رجل من أهل البادية يتردد على سوق المدينة واسمه زاهر، يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الهدايا التي يأتي بها من البادية. أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان دميماً رضي الله عنه. أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يوماً في السوق يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال زاهر: أرسلني، من هذا؟ يعني أتركني، من الذي يمسكني من الخلف، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممازحا له: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، يعني ساقط القيمة بثمن بخس لا يرغب في مثلي ولا يدفع في ثمن أحد. وهو ليس عبدا، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله، لا عبد بالرق يباع ويشترى، إنما هي في سبيل الممازحة. قال: إذن تجدوني والله كاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية: أنت عند الله رابح. وقال الحسن: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. يتأول الآية الكريمة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذه المواقف وأمثالها ليست كثيرة في السيرة النبوية، ليست بالمئات ولا بالألوف، لكن أحادها المفردة التي أضفت على الهدي النبوي تلك المحبة التي أسرت قلوب أصحابه رضي الله عنهم جميعا. كان مزاحه عليه الصلاة والسلام على غاية من الوقار والصدق، ولهذا لما قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: ولكن لا أقول إلا حقا. وهذا أول ضوابط المزاح المشروع، أن يكون حق، أن يكون صدقا، أن لا يكون فيه كذب، أن لا يكون فيه شيء من الاشتغال بالباطل، فإن ذلك في جملة المنهي عنه عموما، وأدولى ما يكون ذلك في سبيل المزاح. وقد مر بكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فالمزاح في أول ضوابطه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: غير أني لا أقول إلا حقا، صلوات الله وسلامه عليه. هذه أولى الصفتين في هذه الجملة. الصفة الأخرى التورية، قال: ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق. وضرب مثالا فقال: مثل أن يريد وجهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها ونحو ذلك. في غزوة تبوك حدث كعب بن مالك رضي الله عنه بهذه الجملة كما في صحيح البخاري، قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، يعني تبوك، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبره بوجهه الذي يريد. معنى التورية أن يقول كلاما يحتمل أكثر من معنى، والمعنى المقصود عند المتكلم ليس ظاهرا ولا باديا، فيتحقق له المراد بأن لا يقع في كذب، وأن يخبر بعبارة لا يكشف بها عن مقصوده الذي لا يريد للسامع أن يقف عليه حقيقة. فالتورية قد يبدو في ظاهرها إخبار بغير الواقع، لكنها لا يتجاوز فيها. قال المصنف: مثل أن يريد وجهة، يريد مثلا جهة الجنوب فيسأل عن جهة الشرق،
كيف نمر بتلك الطريق؟ هل يوجد بها ماء؟ ما القبائل التي نسلك من خلالها طريقنا؟ فيتوهم السامع من السؤال أنه يريد ذلك الطريق، وهي تورية، ينتشر الخبر ويتسامع الناس أنه يسأل عن جهة الشرق وهو يريد الجنوب مثلا. هكذا قال كعب: لم يكن يريد غزوة إلا ورى بغيرها، إلا غزوة تبوك، لأن الحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يشير ويستشير. بل وذكر أن من حقوق المؤمن إذا استنصحك فانصح له، وأن يبذل المؤمن مشورته. استشار عليه الصلاة والسلام أصحابه في بدر عندما نزل في الموضع الذي هو فيه، واستشار في أحد في الخروج إلى قريش للقتال أو البقاء في المدينة، عملا بقول الله تعالى له في سورة آل عمران: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. شاورهم في غزوة الخندق في أصل الفكرة، حتى أشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق. فكان يشير ويستشير، يشير يبذل الرأي والمشورة، ولو في الأمور الزوجية، ولو في أمور الحياة. يأتي الصحابة فيسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستشيرونه في أمورهم. دخل يعود سعد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بمالي كله؟ فنهاه عليه الصلاة والسلام، قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لما نزل به من المال كله إلى الثلث، وهذا من الاستشارة. وقال: لعلك أن تعيش فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هذا مثال، وأمثلته كثيرة جدا. واستشاره بعض الصحابيات في من خطبها من الرجال، من تقبل به منهم زوجا، فأشار عليه الصلاة والسلام، قال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي فلانا، لا هذا ولا ذاك. وأشار إليها بشخص غير التي سألت عنه. هذه أمثلة. كان يبذل المشورة صلى الله عليه وسلم، ويطلبها أيضا من أصحابه، وهذا من أمارات كمال العقل والحصافة، لأن المستبد برأيه مغرور، والموكل عقله للآخرين أيضا مغبون، والوسط بينهما. يستقل المرء برأيه وعقله، لكنه لا يستغني عن آراء الآخرين ولا يستأثر بها، فليس أنانيا ضنينا برأي وحكمة أكسبه الله إياها، ولا هو متعال متكبر عن مشورة غيره من العقلاء والحكماء. ونبينا عليه الصلاة والسلام البالغ بعقله تمام الكمال: ما ضل صاحبكم وما غوى. والمبلغ بالوحي من رب الأرض والسماء يأمره الله فيقول: وشاورهم في الأمر، ليثبت لنا هديا كريما. ألا أحد في الأمة أكمل عقلا، ألا أحد في الأمة أكمل عقلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذن أولى بطلب الرأي والمشورة لسداد القرار وما نتخذه في مواقف الحياة. فكان يشير ويستشير صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. هذه سيرة نبوية بأكملها، تواضع ولين جانب وخفض جناح واقتراب من أصحابه، تودد في غير إسفاف، وإقبال عليهم واحتواء. فعاش معهم صلى الله عليه وسلم واحدا منهم. يمرض أحدهم فيذهب يعوده، يموت أحدهم فيشهد جنازته، يصلي عليها ويمشي معها إلى المقبرة ويعزي أهله، يجيب الدعوة من أي أحد يبذل له دعوة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرج البخاري: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، وهو أقل ما يمكن أن يكون في الطعام من لحم الشاتي. أما الذراع فمعروف، وأما الكراع فقوائم الحيوان وأطرافه مما دون الركبة. يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، تواضعا في غير تكبر وقبولا لدعوة الداعي. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وفي رواية مسلم يقول: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، يعني افعلوا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فإجابة دعوة البسطاء والفقراء ومستوري الحال فيه جبر للخواطر،
وفيه إحسان إليهم وكسب لقلوبهم، ولا أحد تمثل هذا المعنى بأتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه أجاب دعوة طعام ليهودي على إهالة سنخة يعني متغيرة الطعم والرائحة، لأنه دعي فأجاب عليه الصلاة والسلام على هذا الهدي النبوي الكريم. قال: ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. لاحظوا هذه الفئات، الأرامل والمساكين والضعفاء، هم أضعف من في المجتمع، الشوكة مكسورة والجناح مقصوص والأمر في غاية من الضعف، فالأرملة مكسورة الجناح والمسكين مسكنته ترده عن كثير من حاجته والضعيف ضعيف. فأن يكون نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يبذل وقته ونفسه لهؤلاء فهو لغيرهم من باب أولى. والله عز وجل قد قال له من بداية الدعوة في مكة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فتمثل عليه الصلاة والسلام حتى كما أخرج البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. تدرون ما الإماء؟ هم إناث العبيد من الرقيق، لسنا حرائر، فهي أمة مملوكة، فهي أقل ما يمكن أن يكون ممن يؤبه له ويكترث لشأنه، تأتي ولها حاجة والله أعلم بحاجتها، فإنما ذكرت في الرواية، لكن غالب حاجات هؤلاء ليست بعظائم الأمور. فأن تأتي وتطلب النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت في الصحيح أيضا من حديث أنس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عقلها شيء، يعني كأن في عقلها خللا أو شيئا من عدم الاستواء في العقل، فنظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أريدك في حاجة. قال: نعم. ووعدها قال: اذهبي في مكان كذا وانتظري هناك حتى آتيك. فلما فرغ من أمره الذي مع أصحابه ذهب إليها فانطلق ونظر ما تريد. أسألكم بالله، هل يفعل هذا منا أحد؟ أن يكون في مسؤولية ومنصب وعمل يحتاج إليه الناس فيأتي إليه هؤلاء الضعفة، وإن كان أحدنا لا تكبر فيه ولا تعالي ولا غطرسة ولا خيلاء، لكن زحمة الأعمال تعطينا أعذاراً في عدم الاشتغال بهذه القضايا الصغيرة. كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقول: يا أبا بكر تعال فانظر ما تريد، يا عمر انظر إلى حاجتها، اذهب معها يا علي، ولكانوا أسرع الناس امتثالاً له عليه الصلاة والسلام ووفاءً بما يريد. لكنه يثبت لهم ولنا وللأمة كلها أن عظمة العظماء إنما تكون بالاقتراب من الضعفاء وإعانتهم. وإذا رزق الله إنسانا شيئا من المنصب والجاه والكلمة والأثر الحسن فإن زكاة هذا بذله لكل محتاج إليه، ومن هنا تأتي البركة واتساع الخير وتعظيم الأثر والانتفاع. كان عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيئا عظيما تأتسي به الأمة صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمع مديح الشعراء وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده وأثاب على الحق، وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب. شعر الشعراء باب مما أوتيه العرب من فصاحة اللسان، ومن أجمل ما تكلم به العرب، وما زالت دواوين وأشعارهم تحفظ وتدرس، يرتقي بها اللسان ويهذب بها الجنان. ومدح الشعراء أحد مقاصد الشعر عند العرب، والمدح أن يذكر الممدوح بشيء من خصال الثناء والخير والتزكية، فإما أن يكون موافقاً للممدوح فيكون صدقاً، وإما أن يكون بخلاف ذلك فيكون كذبا. وعامة مدح المادحين يدخله المبالغة إن كانت صدقا فضلا عن أن تكون كذبا لا يصدق قائله بحال. مدح النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه الشعراء
فأنشدوا بين يديه الشعر، وفي بعض أبياتهم مدح وثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، يقول ابن القيم رحمه الله: ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده عليه الصلاة والسلام، كقول حسان رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن رواحة أيضا قال في قصيدته يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أهل هاشم، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا. إلى أن قال وهو يذكر نبي الله عليه الصلاة والسلام: فينا النبي وفينا تنزل السور. أيضا كعب بن مالك قال في قصيدته المشهورة التي تغنى فيها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتدئا بقوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، يقول: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. هذه الأبيات وغيرها مدح بها المادحون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا تجاوز أحدهم شيئاً من ذلك بيّنه. لما قال قائلهم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، أوقفه عليه الصلاة والسلام فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن هنا كان هذا ضابطاً عظيماً في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه بين أمرين: أولهما أن كماله البشري لا يبلغه وصف المادحين، فالله قد زكاه ورفع قدره وأعلى شأن نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت فيه من مدح وثناء فلن تبلغ حقه وتوفيه. والأقام الثاني الحذر من الغلو والإطراء وتجاوز الحد الذي يتجاوز به البشرية إلى شيء من خصائص الألوهية، كدعوى علمه الغيب أو تدبيره الخلق أو شيء مما استأثر الله تعالى به، فذلك أيضا محذور. وكل محب صادق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينضبط بهذين الأمرين: أن لا يتجاوز حده ولا يغلو ولا يبالغ بإطراء يتجاوز به، وهو يقائل عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وفي الوقت ذاته يعلم أنه مهما فعل وقال ومدح فلن يبلغ مقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب. ما وجه الكذب؟ أن المدح عند الشاعر يستلزم منه ضرورة أن يحشد من الأوصاف والعبارات والثناء والمواقف ما يتسع معه في العبارة ويستقيم له نظم القصيد، فيوقعه ذلك لا محالة في كذب، يعني أن ينسب له صفة هو ليس بصاحب لها، ويذكر عبارة أو كلمة هو يعلم أنها غير منطبقة على ممدوحه لكنه كذب. قال: ولذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب. أخرج مسلم في الصحيح عن همام بن الحارث أن رجلاً جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، عثمان خليفة وذو النورين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه جمة ومآثره وما ثبت له شيء عظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز بماله جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء الرجل قال: فجعل يمدح عثمان، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، الحصى التي تكون في الأرض، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال المقداد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال أهل العلم: المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فاحثوا في وجوههم التراب، المقصود بالمداحين على صيغة المبالغة الذي اتخذ من المدح لغيره عادة، فإذا تكلم مدح، وإذا أنشد مدح، وإذا قال شعرا مدح،
فيجري هذا على لسانه من باب المبالغة والإطراء بمناسبة وبغير مناسبة. قال: إذا رأيتم المداحين، هذا المبالغ في المدح تجاوز عادة لا محالة الصدق وحدود المقبول من المدح بباطل أو ما يؤدي إلى باطل، فحمل المقداد رضي الله عنه الحديث على ظاهره أن يأخذ شيئا من التراب ليحثوه في وجه المداحين، وهو رأي لبعض أهل العلم في تفسير معنى الحديث وأنه على حقيقته. وقال الطائفة من أهل العلم: بل المعنى مجازي، فاحثوا في وجوه المداحين التراب، معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم ولا تكرموهم، بل اجعلوا حظهم التراب يعني الخيبة والرجوع بالخسارة، ولا شيء لهم مما رغبوا وطمعوا في الظفر به، لأن في مدحهم تزكية لنفس مسلمة، والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما المذموم الذي يكون كذبا وباطلا أو إعانة على باطل فذاك والعياذ بالله مسلك ذميم آخر، صاحبه موعود بوعيد أشد من ذلك وأعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وصارع. هذا فصل أيضا في وجوه أخرى من تعاملاته عليه الصلاة والسلام، تعاملاته مع الناس من حوله مع أهل بيته في وجوه متعددة، بدأها بالرياضة، سابق وصارع. قال: سابق على الأقدام. تقدم معكم ليلة الجمعة الماضية حديث أبي داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحمة، ايش يعني حملت اللحمة؟ يعني سمنت وازداد وزنها. قالت: فلما حملت اللحمة سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. سابق على قدميه لئلا يظن أحد أن هذا من خوارم المروءة، وأن المهابة وأهل العلم وأن الدعاة والكبراء والعظماء، أن جري أحدهم على قدميه مسقط لمروءته أو مخل بهيبته. سابق على الأقدام، وفي حديث عائشة رضي الله عنها مثال لذلك. قال رحمه الله: وصارع. وعامة ما يرويه أهل السنن أبو داود والترمذي وغيرهم حديث ركانة رضي الله عنه أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن هذه المصارعة كانت قبل الإسلام، وقيل إن غيره يقال له أبو الأشدين كلدة بن أسيد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصارعة فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اشترط أنه لو صرع يقبل بالإسلام فيسلم، إلا أنه لم يوفي بشرطه. حديث ركانة مختلف فيه جدا بين أهل العلم، بين تصحيح وتضعيف، لعدة أمور تتعلق بسند الرواية بين جهالة وتضعيف. أما مصارعة الصحابة بين يديه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرهم على ذلك، وذلك أنها من أسباب قوة الأبدان والاستعانة بها من وجوه الرياضة على ما يحتاج إليه المسلم في بناء بدنه وتقوية جسده، أولاً ليتقوى على طاعة الله، ثانياً ليتقوى على نصرة دين الله. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وإعداد المؤمن نفسه للطاعة يستلزم حفاظه على صحته وتقوية بدنه لئلا يستولي عليه المرض أو الضعف فيضعف عن الطاعة ويكسل عنها أو تنهكه الأمراض. فقوة البدن عون للمسلم على طاعة الله، ثم هي عون له على نصرة دين الله. قوة المؤمن في بدنه نصرة لما هو يحمله، وأعظم ما يحمله المسلم دين ربه عز وجل، فإذا تقوى بدنا كان ذلك قوة لنصرته لدين الله. كانت قريش تهاب من الصحابة الأقوياء الأشداء مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، مثل الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، لما عرفوا به من قوة بأس وقوة بدن.
فأحدهم كان قويا في رأيه، قويا في بدنه، قويا في قتاله إذا جاهد في سبيل الله، وكل ذلك مما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وخصف نعله بيده، ورقع ثوبه بيده، ورقع دلوه، وحلب شاته، وفلى ثوبه، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد. أيضا هذه جملة من التصرفات والمواقف والأعمال التي يترفع عنها أحدنا ربما ترفع عن مثل ذلك، وظنها ليست إلا من شغل الخدم والعمال الذي ينبغي أن لا يفعله ولا يتنزل هو إليه. أما نبيكم عليه الصلاة والسلام فقد خصف نعله بيده. خصف النعل رقعه إذا انقطع، أو خرزه إذا انقطع. شسع النعل يحتاج إلى خرز أو غرزة أو إصلاح، وهو نعل، فكان يفعله بنفسه، ويرقع ثوبه بيده، فإذا انقطع الثوب يحتاج إلى رقعة كذلك، إما بقطعة أخرى من ثوب آخر لتسد به الرقعة، أو ليخيط طرفا من المقطوع بطرف آخر، هذا ترقيع للثوب. والدلو كذلك، لأن الدلو من جلد فربما انقطع فيحتاج إلى ترقيع. حلب الشاتي قال: وفلى ثوبه، الثوب ربما احتاج إلى إصلاح ومعالجة وإخراج بعض ما علق به، تفلية للثوب. وخدم أهله ونفسه، كل تلك المواقف قالتها أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت ما كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. يسألونها لأنهم ليسوا معه في بيته، فأحبوا أن يقفوا على صنيع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في بيته. فقالت: كان رجلا يعمل كما يعمل الرجال. تقول رضي الله عنها كما في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد، قالت: كان يخصف نعله ويعمل ما يعمله الرجل في بيته. وفي رواية: يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. وفي رواية لأحمد: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رضي الله عنه: وحمل معهم اللبن في بناء المسجد. اللبنة القطعة من الطين التي تعد مثل الطوب الذي يبنى، لكن الطوب من الآجور الذي يحرق بالنار، واللبن من طين يجف فيصلح للبناء. لما تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، جعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحمل كل واحد لبنة لبنة، يبنون ويشاركهم في البناء، يحفرون الخندق ويشاركهم في الحفر عليه الصلاة والسلام. فإذا استعصى عليهم الحفر وواجهتهم صخرة أو كدية عظيمة، ذهبوا فكلموه فقال: أنا نازل، فيأخذ عليه الصلاة والسلام المعول والمسحاة وينزل يشاركهم في العمل. عادة ما يكون المسؤول والأمير والكبير والوزير يكتفي بالتوجيه والرأي والأمر، فأما أن ينزل إلى العمل والمباشرة ومشاركة العاملين في الميدان فهذا هدي نبوي جليل. قال: وحمل معهم اللبن كما قالت أم سلمة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكان يشاركهم في البناء. وفي الحديث أيضا بعض ألفاظ لطيفة كما أخرجها بعض أصحاب السنن: جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل واحد لبنة لبنة، يعني إذا ذهب وحمل لبنة من المكان الذي صنعت فيه ليأتي به إلى موضعه من الجدار فيعمله البناء في موضعه. قال: وعمار يحمل لبنتين كما في الصحيح. وفي غير الصحيح زيادة: عمار بن ياسر، كل الصحابة يحملون لبنة لبنة إلا عمار يحمل لبنتين. في رواية غير الصحيح قال: لبنة عنه ولبنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمسح النبي عليه الصلاة والسلام ظهره وقد علاه التراب، فقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فكانت النبوءة والبشارة لعمار رضي الله عنه أنه يكون مقتولا شهيدا على أيدي فئة باغية، وكان مقتله رضي الله عنه في زمن الفتنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة وضاف وأضاف. ضاف وأضاف، كان عليه الصلاة والسلام يستضيف الضيوف، وكان ضيفاً يقبل الدعوة فيكون ضيفاً كريماً، أكرم ضيف ينزل ببيت أحدهم صلوات الله وسلامه عليه. كان ضيفاً بنفسه كما في حديث أبي التيهان لما استضافه وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم، كما في حديث جابر لما استضافه يوم الخندق، كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنهم جميعاً. وأضاف، يأتي العربي فيضيفه، تأتي الوفود فيضيفهم. أخذ بيد جابر ذات يوم فضيفه عنده في بيته صلوات الله وسلامه عليه. الضيافة كرم، وقبول الضيافة ود وإحسان ومعروف. قال: وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة. عاش حياته صلى الله عليه وسلم كسائر البشر، يجوع أحيانا ويشبع أحيانا، فإذا جاع حمد الله، وإذا أكل حمد الله، وهو بكل حال راض بما قسم الله. مواضع الجوع في حياته وسيرته عليه الصلاة والسلام التي حكاها الصحابة عجيبة، وفيها مواقف أيضا ذات دلالات بالغة، منها ما أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة، وقد عصب أو عصب تروى تخفيفا وتشديدا. قال أسامة أحد رواة الحديث: وأنا أشك على حجر، يعني ربط عصابة على بطنه وتحتها حجر. قال أنس: فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. أنا فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، أبو طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. قال: فدخل أبو طلحة على أمي، قال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر الحديث بقصته، وفيه في بعض روايات الحديث عن أبي طلحة نفسه أنه قال ذات يوم لزوجه أم سليم أم أنس، قال لها ذات يوم وأتاها: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخذت خماراً لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنس رضي الله عنه. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأنس: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. فقال: لطعام؟ فقلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. قال: فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. قالت: الله ورسوله أعلم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال عليه الصلاة والسلام لأم سليم: هل أمي؟ ما عندك يا أم سليم؟ قالت: فأتت بذلك الخبز فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففت. قال: وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. العكة الوعاء من الجلد الذي يكون فيه سمن أو زيت أو عسل، فأدمته، يعني جعلته إداما للخبز الذي فته رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشر، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة،
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فقال أذن لعشرة. قال أنس حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. والحديث في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، وللبخاري مثله أيضا لا يختلف عنه في ألفاظه. فشبع صلى الله عليه وسلم تارة وجاع تارة، وكل ذلك كان في حياته راضيا عن ربه، لا والله ما حفظت عنه كلمة في رواية صحيحة ولا ضعيفة أنه تأفف من حياته أو ضاق صدره لقلة عيشه أو لجوع أصابه، وهو الذي تمر به الليالي ذوات العدد طاويا هو وأهل بيته لا يجد عشاء. لكن حياته كانت أعظم من ذلك كله، كانت دعوة وبلاغا، كانت نبوة ورسالة، كانت تضحية وفداء لأمة تأتي اليوم وإلى يوم القيامة تصلي وتسلم عليه تعرف حقه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو بين الكتفين. الحجامة من وجوه التداوي المعروفة عند العرب قديما، ولا يزال متوارثا بين البشر باعتباره وجها من وجوه الطب والدواء والتماس العافية. قد قال عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في 3: شرطة محجم أو كية بنار أو عسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو من وجوه التداوي التي عرفتها العرب واستمرت، وهي من الطب النبوي الذي أشار به عليه الصلاة والسلام. فالحجامة إخراج بعض الدم الفاسد من مواضع هي أولى بها، وهي إما أن تكون دواء أو تكون وقاء، وكل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام. احتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه وفي الأخدعين والكاهل. وأصحاب الحجامة إلى اليوم يقولون هذه مواضع السنة من الجسد في الحجامة. فالحجامة فيها سنتان، أولهما في موضعها من البدن، والثاني في توقيتها من الزمن. أما في البدن فهذه المواضع المشارة إليها: وسط الرأس وعلى ظهر القدم، والحجامة في الأخدعين والكاهل. في صحيح البخاري: احتجم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. ولحي جمل موضع قرب مكة، بينه وبينها ما يقارب، بين مكة والمدينة أقرب إلى المدينة، بينها وبين المدينة قرابة 12 كيلومتر. احتجم من صداع ألم به عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وهو كما في صحيح البخاري: من شقيقة كانت به. والشقيقة نوع من الصداع الذي يعرض في مقدم الرأس أو في أحد جانبيه، فكان احتجاما للتداوي من صداع كان به كما في البخاري. وفي الحديث الآخر أيضا عند النسائي وعند أبي داود وعند البخاري: احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان به، كما في لفظ النسائي. وفي لفظ أبي داود: من وجع كان به. والوثء هو وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم، أو يبلغ العظم لكنه لا يكسره، يعني ألم شديد، فاحتاج إلى الحجامة على ظهر قدمه فاحتجم صلى الله عليه وسلم. فحجامة وسط الرأس كانت تداويا، وحجامة ظهر القدم كانت تداويا، هذا من صداع وذاك أيضا من ألم ألم به أو من وجع. قال: واحتجم في الأخدعين والكاهل. والأخدعان المراد كما قال المصنف الكاهل بين الكتفين، أما الأخدعان فعرقان في جانبي الرقبة، فيحتجم أسفل الرأس من أعلى الرقبة على موضع هذين العرقين المسمين بالأخدعين. وأما الكاهل فهو الواقع بين الكتفين من ناحية الظهر، يعني وسط الظهر بين الكتفين. فهذه مواضع السنة التي احتجم فيها. في صحيح الحديث المروي عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجة: كان يحتجم في الأخدعين والكاهل. وأضافت الرواية السنة من حيث الزمن، قالت: وكان يحتجم 17 و19 و21. فهذه الأيام 3 من الشهر أنفع ما تكون فيها الحجامة إذا كانت وقاية. أما الحجامة للتداوي فإنها وقت الحاجة تكون أنفع لصاحبها. قال عليه الصلاة والسلام:
قال الصحابة كان يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم، واحتجم وهو محرم، وكل ذلك كان في الغالب لما يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم من ألم أو صداع ونحوه كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتداوى وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترقي، وحمل المريض مما يؤذيه. هذه أبواب من الطب النبوي التي سيأتي كلام المصنف عليها مفصلا تفصيلا طويلا، استوعب مجلدا من هذا الكتاب الذي نتدارسه، ونأتيه لاحقا إن مد الله في العمر. أوجز هنا المصنف رحمه الله تلك الجمل الجامعة لهذا المعنى الكبير. تداوى، المقصود بالتداوي طلب الدواء، طلب الدواء للاستشفاء، أيا كان نوع الدواء، طعاما كان أو شرابا أو سعوطا أو شيئا مما تقدم كالحجامة والكي وشرب العسل ونحوه. تداوى عليه الصلاة والسلام ليثبت للأمة مشروعية الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، وأن العبد مطلوب منه التماس العافية لبدنه لما تقدم، لأن المرء مطلوب بأن يحفظ على نفسه عافية بدنه، ليتقوى على طاعة الله، ليكون أقوى على نصرة دين الله، ليقوم بالواجبات التي من أجلها خلقه الله. فالتداوي مشروع. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. فأمر الأمة بالتداوي وشرع هذا الباب. شرب العسل عليه الصلاة والسلام، والوجوه الآتية بعد قليل. فهذا عنوان عام، تداوى. قال: وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترقي. هذه الأمور مشروعة، الكي والرقية. أما الكي فقد تقدم شفاء أمة في ثلاث: شربة عسل أو شربة محجم أو كية بنار. قال: وأنهى أمتي عن الكي. محمول هذا النهي على أن يكون الكي آخر ما يحتاج إليه المتداوي في الدواء لما يذكره أهل الطب من عوارض ذلك وأسبابه. أما الاكتواء فلم يكتوي هو عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت أنه كوى بعض أصحابه. أخرج الترمذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، أي من مرض الشوكة. قالوا: هو مرض يصاحبه حمرة تعلو وجه المريض وجسده، يكون معها خشونة شديدة في البشرة، وقيل بل هي الذبحة الصدرية التي يسميها اليوم أطباء الصدرية والتنفس. فكوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه من رميته. كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، والأكحل المقصود به العرق الذي يكون في نهاية القدم. لما أصيب سعد رضي الله تعالى عنه يوم الخندق أصيب بسهم وقع في أكحله، كانت به وفاته رضي الله عنه. فلما أصيب انقطع عرقه فجعل ينزف، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من قدمه وهو موضع الأكحل. ذلك أنه لما رمي في أكحله حسمه، أي كواه النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص، يعني بحديدة حادة جعلها في النار فكواه. قال: ثم ورمت فحسمه الثانية، يعني إنما كواه مرتين لاحتياجه، بعد الكية الأولى أصابه الورم فحسمه بالثانية. وكان سعد رضي الله عنه قد أصيب كما تقدم في غزوة الخندق، وكانت بها وفاته واستشهاده رضي الله عنه. فقال: كوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترقي. الرقية مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة عليها. رقى أحفاده الحسن والحسين، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام، يعوذهم صلوات الله وسلامه عليه. ورقى نفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقد مر بكم في أذكار نومه أنه كان يجمع كفيه فينفث فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما أقبل من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يكتوي ولم يسترقي، لم يكتوي بنفسه ولم يسترقي،
ووجه ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم صراحة فيما أخبر به الأمة من شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن تمام التوكل أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلب الرقية من أحد، لكنه رقى نفسه ولم يكتوي، وإنما كوى غيره لما رآه محتاجا، فهذا أعظم في مقام التوكل، فاختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه، لكنه لم ينه أمته وشرع لهم ما هم بحاجته من التطبب والتداوي. قال بعد ذلك: وحمل المريض مما يؤذيه. المقصود بالحمية امتناع المريض عن بعض ما يكون سببا في زيادة مرضه أو في استشرائه في جسده. ذلك أن أهل الطب يقولون: الدواء مرده إلى أصلين عظيمين، حمية وحفظ الصحة. فإذا اعتنى العبد والإنسان بذلك كان في تمام العافية. والحمية أيضا نوعان: حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيد المرض. فالحمية عما يجلب المرض وقائية، والحمية عما يزيد المرض علاجية. فإذا مرض وأصيب فإنه يحتمي، وإذا خشي أن يصيبه المرض فإنه أيضا يحتمي. في سنن ابن ماجه وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه من مرض. إيش يعني ناقه؟ في فترة النقاهة. ما النقاهة؟ هي بدايات فترة التعافي من المرض، ولم يستتم للبدن تمام عافيته، فتسمى فترة نقاهة. قالت: دخل علي نبي الله عليه الصلاة والسلام ومعه علي، وعلي ناقه من مرض. قالت: ولنا دوال معلقة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها. ما الدوال؟ نعم، جذوع النخل التي فيها الرطب التي يعلقونها في البيوت فيأكل منها الآكل. قالت: فجعل يأكل منها، وقام علي يأكل منها، فطفق صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إنك ناقه، إنك ناقه، حتى كف. يعني منعه. هذه حمية، ولهذا يقول: حمل المريض مما يؤذيه حتى كف، رضي الله عنه. قالت: ووضعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: من هذا أصب فإنه أنفع لك. وفي لفظ قال: فإنه أوفق لك. ويقاربه أيضا حديث صهيب في سنن ابن ماجة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، قال: ادن فكل. قال: فأخذت تمرا فأقل فأكلت، فقال: أتأكل تمرا وبك رمد؟ والرمد الداء الذي يصيب العين، وهو أيضا من أنواع الحمية في بعض مراحله، يحتمى من أكل التمر أو بعض أنواعه. قال: أتأكل التمر وبك رمد؟ فقال صهيب: يا رسول الله، أمضغ من الناحية الأخرى. يعني إذا كان الرمد في العين اليمنى فسأمضغ على الجانب الأيسر. يقولها ممازحا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان بين أصحابه يدلهم على هذه الأمور في حميتهم مما يزيد المرض أو يجلبه، وهو في ذلك ناصح بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ويشرع للأمة بابا عظيما في مسألة التداوي والعلاج والعناية بالصحة. وما أتى به الأطباء في طبهم الحديث والمعاصر والقديم هو امتداد لما جاءت به الشريعة، لتعلموا يا أمة الإسلام أن شريعة الله جل وعلا جاءت بحفظ ضرورات الحياة، ومنها حفظ الأبدان، حفظ النفوس، حفظها من الإتلاف، من الهلاك، من القتل، من الأمراض والأدواء، ليبقى للعبد هذه القضايا محفوظة بحفظ الله. فأنت عبد الله إذا اعتنيت بصحتك فليست من رفاهية الحياة التي تبحثها لنفسك، لا، بل هو مما جاءت به الشريعة لتبقى عبد الله في تمام صحة وعافية بدن، تتقوى بذلك كما تقدم على طاعة الله وعلى نصرة دين الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة،
وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاث مواضع من كتابه. هذا الكلام لابن القيم رحمه الله إيجاز واختصار، يأتي تفصيله في مجلد بأكمله حتى طبع مستقلا باسم الطب النبوي الذي تداوله الناس في كلام ابن القيم رحمه الله، وهو في الحقيقة جزء من هذا الكتاب من زاد المعاد، أفرد فيه فصولا بلغت مجلدا مستقلا بأكمله لكل ما جاء في السيرة النبوية من وجوه التداوي والتطبب، ولهذا يقال الطب النبوي. وأوجز هنا منها جملة مختصرة لأننا في مبادئ الكتاب سيعود على ذلك بتفصيل. قال: أصول الطب ثلاثة عند البشر، كل ما يتعلق بالعلاج والدواء ومداوات الأطباء لمرضاهم ترجع إلى أصول ثلاثة: الحمية، وهي كما تقدم حمية مما يجلب المرض أو مما يزيده، وحفظ الصحة الوقاية، واستفراغ المادة المضرة إخراج الأذى الذي يتضرر به الجسد. قال: الثلاثة الأصول وردت في كتاب الله الكريم. قال رحمه الله: وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاث مواضع من كتابه، فحمى المريض من استعمال الماء خشية الضرر. هذا الحمية وهو أولها. فحمى المريض من استعمال الماء خشية الضرر، فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم. حمية المريض، لماذا أبيح له التيمم؟ إن كان استعمال الماء يضره لجرح في يده أو في وجهه أو قدمه أو خياطة أو عملية، فإذا تضرر بالماء أبيح له التيمم، هذا حمية، فهو نوع من الحمية الطبية التي جاءت في ثنايا تشريع العبادات، في أجل العبادات وأعظمها وهو شرط الصلاة الطهارة. فهذا أول الأصول الثلاثة الذي ورد في كتاب الله وهو الحمية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر في رمضان الفطر حفظا لصحته لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فتضعف القوة وتهن الصحة. أيضا هذا مثال لأصل طبي في القرآن جاء في ثنايا التشريع، شرع للمسافر أن يفطر حفظا لصحته، فإنه لو صام مع مشقة السفر يجتمع عليه التعب والإرهاق فتضعف القوة. فانظر كيف اقتضت شريعة الحكيم سبحانه حفظ صحة عباده جل ربنا في علاه. أحسن الله إليكم. قال: وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم. المقصود بالاستفراغ أن يفرغ البدن من الأذى الذي قد أصابه، يعني المقصود أن أصل الدواء كله يتعلق بالحمية وحفظ الصحة، فإذا وقع التخليط ولم يبالي العبد ما حفظ صحته ولا اعتنى بطعامه وشرابه، ربما اجتمعت الأدواء في بدنه فيحتاج إلى إخراج لما قد أصيب به البدن، فيسمى استفراغا. نعم. وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض أو من به أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه فيستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الردية التي يتولد عليها القمل، كما حصل لكعب بن عجرة أو تولد عليه المرض. وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله، فذكر من كل جنس منها سببا وصورة منبها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم، رحمة بعباده ولطفا بهم ورأفة بهم، وهو الرؤوف الرحيم. فسبحان ربنا الكريم وبحمده لا نحصي ثناء عليه، نحمده على نعمة الإسلام والتشريع الحكيم، ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته ويجعلنا وإياكم من خيرة عباده الصالحين. تم فصلنا في مجلس الليلة بفضل الله وتوفيقه، ولنا في بقية جمعتنا متسع للسباق الكريم في الصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، في ليلة بدرية وضياؤها من فك يلبس أفقنا أثوابا، نزج الصلاة على النبي نداؤها إن ضج هم ممطر أو صابا،
يا رب صل على النبي، دعاؤها نرجو به عند الكريم ثوابا. فصلوا وسلموا على نبيكم صلى الله عليه وسلم بقدر ما ترجون من أضعاف أضعافها صلاة من ربكم عليكم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. وأكرمنا يا رب بشفاعته والشرب من حوضه، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.